بدايتي ان انا كنت زي اي ست مش لاقي حاجه اعملها، عندي فراغ وزهق. الفكره جات لي ان انا كنت بدي محو اميه في قريه، وكانوا بيدوا مكان تركوه للي بيتعلم، فانا عجبتني الفكره وحبيت ان انا اجيب المكان دوت وانتج بيه. فابتديت ان انا ادخل على النت، اتعلمت تصاميم عن طريق فيديوهات. مهم تطور شغلي ان انا اعمل حاجة ما حدش فكر يعملها، ان انا انتج في بيتي، او ما كانش حد مهتم بان هو ينتج في البيت. والحمد لله استفدت وطورت من شغلي كتير. ابتديت اعمل مجسمات زي فازة، علبة مناديل. ابتديت ان انا اروح القاهرة وازود من خبرتي في الحرفة. ابتديت اعمل كورسات تدريب في القاهرة. كان هدفي فئة ذوي القدرات الخاصة، لان هم اكتر فئة عندهم قدرة وعندهم ارادة ان هم يعملوا شيء، وعندهم وقت وعندهم فراغ مع المرأة المعيلة. انا بعمل في نوادي بمحافظة الفيوم، بعمل معارض. المعارض دي بتبقى مجانية تحت رعاية الجمعية، او معارض خارجية في محافظات برا الفيوم. انا اللي باخد المنتجات وانا اللي بسوق لهم منتجاتهم وبساعدهم على التسويق. يعني هي مشكلة اللي احنا بتقابلنا ان اسعار الخامات بتزيد، واحنا عايزين يبقى مش كل يوم فيه زيادة على اساس ان المنتج ما يطلعش غالي. انا بسافر بنفس القاهرة وبجيب الخامات واسوقها بسعر اقل من برا، بحيث ان انا اشجع الناس على الانتاج. احب اوجه رسالة لكل مرأة مصرية: انت قادرة على فعل المستحيل. ما تخليش حد يقولك لا انت ما لكيش انك تشتغلي. انا متبنية شعار محو الأمية الحرفية، وفي شعار نصبح على مصر كل يوم بمنتج. كل دي شعارات احنا بنشجع بيها المصريين والمرأة المصرية بالأخص، لان هي دي اكتر واحدة انا مهتمة بيها، لان انا حاسة بيها ان هي تشتغل وهي في بيتها وهي في وسط ولادها وهي عينها على ولادها، مش هتسيب بيتها، هتنتج. رسالتي كمان ان بالنسبة للمرأة ان هي تحاول تستفيد بكل وقت فراغها، وتحاول تعلم ولادها الحرف وتعلمهم قيمة الحرف وقيمة العمل.